شوي النهارده شباب هنلعب لعبة مستر ميت شباب مستر أحمد. أنا نلعب اللعبة دي بصراحة اللعبة دي مش رعب ولا حاجة، يعني هي شكلها رعب من بعيد، يعني هنستمتع جوايا وخلينا لأول مرة نلعب. ممكن ندخل بنت أو شباب لكن هنرجع أرجع لكم، وطبعا بيقول لي لا ولا لأ. عشان لسه بادئين فحاجة بسيطة كده، أكيد نشوف السكيب. لا مش عارفة احنا هنعمل ايه دلوقتي. وقتك يا عيال مبارك، اللعبة كلها إعلانات.
Luego me hacía que solo se le haga de un poco a la regla. No, 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 no,
طبعا انا كنت خلاص انا يعني مع كتير يعني ما انا